برقس الجهني. حياك الله. معلم صعوبات التعلم صار مهندس مرسيدس. الله يحييك. استثمر بشغفه وهوايته. نعم. قلنا بداياتك يا. بداياتي تقريبا قبل 8 سنوات. إيه. قبل 8 سنوات تقريبا كانت معي سيارة خاصة واشتغل فيها بنفسي. أشوف إيش تحتاج إيش ما تحتاج، أواجه الصعوبات فيها أواجه، ومشينا فيها الحمد لله. إيه. إلى ما حلينا يعني. حليت السيارة. إيه. حليتها مسمار مسمار. تعلمت. إيه. يعني الشغف الميكانيكا مولود معك. من يومي أنا حاب أفك وركب يعني أنا من قبل. من يوم ركبت سيارة يعني كانت عدة بسيطة أخذها معي وأنا بنفسي أحاول أصلح سيارتي، احتاجت أقمشة أنا أفك أركب أصلح، فتبنيت الموضوع ذا. طيب شلون وصلت مرسيدس؟ ركبت مرسيدس وبديت أشتغل فيها والحمد لله يعني السيارة هذه يعني معقدة إيه، فصارت السيارة يعني معقدة لبعض الميكانيكيين، فبحكم أنها كانت سيارتي الخاصة حاولت احل الموضوع اشوف ايش الحل فيها اشوف، وتوصلت يعني. شلون وصلت مرسيدس الام المصنع؟ المصنع الام تواصلت معهم اكثر من مره، ابغى ازور ابغى اجي ابغى اكون عندكم ابغى اشوف المصنع من الداخل، فقالوا يقولون لي لا يعني روح المتحف، يوجهوني على نقاط سياحيه. وانت تبغى شغفك في اصل المصنع؟ ابغى اوصل للفك والتركيب. ايوه فالحمد لله يعني تواصلت معهم عن طريق ايميل وارسلت فيهم اللي انا اشتغل فيه يعني اني انا شغال بنظام معين شغال بتطبيق محركات معينه شغال نظامي. اقنعتهم؟ اي اقنعتهم وقالوا لي تعال. ودخلت المصنع الام رفعت علم السعوديه. ايوه ورفضوا. ايوه رفضوا وقتها رفضوا انه يعني التصوير كان ممنوع التصوير، ولكن بما ان من انا كان التصوير تعال هنا حطينا لك العلم السعودي وتصور معه. وخلاص مشت على كان تقريبا في عام 2019. يعني انا وقتها انصدمت لما قال لي شوف العلم حاطينه لك هنا ووقف عنده تصور بما ان من هناك فتقديرا يعني يعني هذا من النوادر اللي يسوونه مرسيدس. انا اعتبرها نادره يعني شخص منعوه من التصوير داخل المصنع لكن ارضوه لما طلع برا. لما طلعت كان العلم حاطينه برا يعني في الاستقبال انه هذا العلم السعودي وضعناه لك لان منعت من التصوير. انت تقول لي قبل شوي ان في علاقه بينك وبين كبير المهندسين. ايوه في علاقه بيني وبين مايكل كيبلر هذا اكبر مهندس في الشركه يعني وصلت زياراتي لما ازور المصنع يعرف اني انا جاي ينتظرني يعني ما كان يروح. تقديرا لك. ايوه تقديرا لك. أيه. انت الحين حولت بيتك الحين احنا بسور بيتك شوف الطفل كله حطيته ورشه. ايوه ورشه خاصه على قد شغل سياراتي فيها تمام واقضي وقتي مستمتع. طيب انا اشوف ان عندك طلبات شوف يعني ان هالبيت هذا والورشه هذه وفناء البيت حوش البيت حولته ورشه وفي طلبات حتى من الخليج عليك. في ناس يجوني من الكويت وفي ناس يجوني من الامارات ولكن كانت يعني الاغلب علاقات يعني اغلبهم ترى كان يعني مو ما يجي من باب الطاقه يعني بيني بينهم تواصل ايش صار معك ايش سويت ايش صلحت شوي شوي بعضهم صار يزور ويجيب للسيارة نتأكد نشوف إيش حلها إيش مشكلتها صارت كثير هذه المواقف. طيب يعني الميكانيكا صعبة أنت تقول لي أنا أشتغل الحالي. إيه. شلون؟ ال ال ال. شوف. تفك تربط. في ألمانيا الشخص الواحد يطبق ماكينة كاتبين حتى على شعار الشركة one engine one man أو one man one engine لكن إذا كان عندك التولز المخصص تقدر تشتغل لحالك. إيه. تقدر تشتغل لحالك. والعدد هذه جايبها من برا؟ اي هذه كلها جايبها من برا، هذه خاصه كلها في بعض المكاين، كل عده خاصه بماكينه معينه، هذه الاربعه اللي اشتغلت فيها انت ما تشتغل مزبوط. فعندي مقاطع لها موجوده. انت تقول لي انا نشت بيني وبين كثير من الناس علاقه خارج السعوديه. اي بحكم الانستغرام اي حتى بامريكا وبامريكا وفرنسا. اي في امريكا وبالمانيا. لي زيارات ولي علاقات حتى مع مهندسين نفس الوضع ولي علاقات مع ولي زيارات لهم موجودة ممكن حتى عندي بالحساب تقدر تطلع عليها بشكل عام. الله يوفقك. الحين انت حولت هالشغف هذا والطموح عندك هل يعني توصله لأخوانك لهذا؟ هذا اكيد انا راح اوصل الشيء له يعني. اللي حاب يتعلم انا ماني ما عندي نظام الا تتعلم لكن مو شرط انا إذا والله حاب شفته حاب الشغلة أوصلها أعلم ما عندي إشكالية. طيب وش نصيحتك للي عنده هواية وعنده شغف؟ والله لا
نصيحتك للي عنده هواية وشغف؟ والله أقول له لا ينام، لازم يعني يمشي فرا الموضوع هذا وياخذ وقته الكافي اللي يقدر يعني يبدأ في هذا المجال، لأنه ترى في أغلب مهما كان الإنسان ترى له هواية، أي شخص له هواية، ولكن الإنسان لازم يكتشف الشيء هذا، بعد ما يكتشف الشيء هذا يبدأ يتبناه، يعني تبني صحيح ويطلع ينميه ينميه ويطلع. نعم الله يسعدك ووفقك إن شاء الله يا حبيبي. داخل بيته بركز داخل هالدرجة بيته هالدرجة ايه لهالدرجة هذه نسوي هذا اللي انت شايف. هذه كم قيمتها؟ هذا البلوك خربان، صاب السيارة، قلت له البلوك هذا 117,000 تقريبا. 117,000؟ ايه 117,000، لانه فيه داخل مشروع، فقلت له صاب السيارة ما لنا الا نغير ماكينة كاملة افضل. يعني انت فناء بيتك ورشة؟ ايه المرسيدس فقط. وشوف حتى على الشعار في الجهة ذي، بس لازم تطلع فرة. اخوانك كلهم ايه يشتغلون يشتغلون يساعدونه يساعدوني. نعم الله يوفقك يا برقس، مثلك والله نفخر يا حبيبي. وانت ظهورك وكرس ظهورك على منصات التواصل الاجتماعي، تحمس الشباب، تعطيهم دافع، توصل لهم رسالة ان اذا استثمرت بهوايتك وبشغفك راح تصل. نعم صادق، هذا الشيء لابد منه، لكن دائما الميكانيكا بشكل عام مقرفة، لازم شخص معك اساس يوصل. صح، يعني احيانا بعد ما خلص ابدا اصور صار كذا وصار حصل كذا صار، وانت تعبان خلاص ما ايوه لا زي الدكتور اللي يسوي عمليات جراحيه ما يقدر يصور. صح. لا خلص بعدين يقول شوف ايش صلح. الله يوفقك ان شاء الله. الله يحييك، مثلك نفخر والله يا برقس. الله يحييك. السيارات قدام بيته كلها مرسيدس مرسيدس مرسيدس، حتى البيت عليه علامه مرسيدس. الشغف شو يسوي بالانسان؟ ومستفيد ما شاء الله، لكن يعني استثمر بنفسه، حول هوايته طاقته وشغفه إلى بزنس وعمل وداخل بيته، يقول ما لحق والله، يعني يفكر إنه يتقاعد، بس تفرغ لها الشغلة.